عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اجتماعا مع أخيه صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، وذلك في قصر الصخير هذا اليوم. وخلال اللقاء تبادل جلالتهما حفظهم الله الأحاديث الأخوية التي تعبر عما يجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان وقيادتيهما من علاقات وثيقة ومتميزة، وما يربط شعبيهما الشقيقين من الصلات المتينة ووشائج القربة والمحبة. كما استعرض جلالتهما الروابط التاريخية المتميزة ومختلف جوانب التعاون الأخوي وسبل دعمه وتعزيزه، إلى جانب بحث مستجدات القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكدا الحرص المتبادل على تنمية العلاقات البحرينية العمانية والتطلع إلى دفعها إلى الأمام على الدوام، واستمرار التشاور والتنسيق الثنائي بما يعود بالنفع والخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد جلالة الملك المعظم بهذه الزيارة الكريمة والمثمرة لأخيه جلالة سلطان عمان المعظم التي تصب في صالح البلدين وتعزز أواصر روابطهما الأخوية القائمة على الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا جلالته حفظه الله إن مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة تمتازان بحضارتين عريقتين تمتد لعقود طويلة وحاضر ومستقبل زاهر بعون الله، مؤكدا رعاه الله على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات. من جانبه جدد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم شكره وتقديره لأخيه جلالة عاهل البلاد المعظم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى دور جلالته وحرصه الدائم لتعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة مع سلطنة عمان، مؤكدا حرص سلطنة عمان على استمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تعزيزا للعلاقات الوثيقة بينهما. Thank you.